안녕하세요. 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 النهاردة ازاي بستمتع بالصباح الخاص بي بطريقة كورية. قناتي هي كوريا ان ايجيبت او كوريا في مصر لمختلف أنشطة الثقافة الكورية. ما تنسوش تتابعونا. واهم حاجة سبسكرايب. يا صباح الخير. اول حاجة جبتها من كوريا هي كانت الكمبيوتر الكوري، ودي شكلها بيكون كبير جدا من المنظر ده، ولونها ذهبي او برتقاني شوية. طبعا ممكن نستخدمها في الكيمتشي، شايفين حجمها كبير ازاي، وطبعا مشهوره في الدراما الكوريه زي ما انتم شايفين انها كبيره جدا على شخص واحد. فانا هحتفظ بالجزء الثاني ده في الثلاجه. وبعد كده جه وقت القهوه، اي نوع قهوه سريع التحضير، وبعد كده هضربه شويه بالمضرب وفوق الحليب السخن. حاولت اصبها بالراحه لكن هي كانت سريعه قوي. وهقلب تقليبه وبس كده. استمتعوا كده بقهوتكم وروقوا على نفسكم شويه. وبعد كده قررت اقرأ كتاب عن المطاعم الحلال الموجودة في كوريا. كمبيوتر الكوري مسكرة اكتر عن المصرية. وسجلت كده مطعم سوجاتا موجود في دونغ سانغ، ومطعم دونغ مون في جانغ وون. وبصراحة مفيش احلى من الهدوء في الصبح. بعد كده هجرب النودلز الكوري. فاول حاجه هعمل طبق جالبي كوري وهي السبانخ المتبله. ضفت معلقه سكر وزيت سمسم فوق السبانخ المسلوقه، هتلاقوا وصفتها في صندوق الوصف. بعد كده نص معلقه ثوم مفروم ومعلقه كبيره صويا صوص فاتح، ورشه سمسم، وبس كده. هقلبها بقى كويس قوي. واسيبها على جنب. بعد كده هفتح علبة النودلز الكوري الحار بالجبنة اللي موجودة في العلبة، وطبعا النوع ده حلال. في 3 تخرام بالمنظر ده نقدر نصفي منها المية. جوه العلبة بيكون فيه كيسين صغيرين ونودلز. الكيسين دول عبارة عن البودرة او النكهة وكمان الصوص الحار. كل المكونات هضيفها على النودلز، وبعد كده احط مية سخنة لحد العلامة اللي موجودة من جوه. مش عارفة افتحها فهحتاج المقص وارجع تاني. هقفل كده الغطا واسيبها لمدة 3 دقايق. انا بحب الشوربة بتاعتها فمش هصفي الماء. اجهز كل ده بقى وقدام الدراما الكورية. هي هنا بتبص للسبانخ والنودلز بتاعتي. حقيقي مفيش احلى بقى من الجو ده. طعم السبانخ الباردة المتبلة مع الحاجة الحراقة بتكون حلوة جدا. وبس كده بستمتع بوقتي قدام الدراما الكورية. ما ننساش اهم حاجة بعدها الحليب. تعالوا نعمل انبوكسن. جاتلي هدية كورية فتعالوا افتحها معاكو. اول حاجة مرطب شفاه زي روج وكمان سائل. وبعد كده اي شادو سائل. وكريم مرطب للايد بالزيتون، وده طبعا من كوريا.
آخر حاجة غسول الوجه بالحلزون من 3W Clinic. وبس كده، دي كل المنتجات اللي حصلت عليها في الهدية، صراحة حبيتهم كلهم. وبس كده، دي تجربتي للصباح. شكرا للمشاهدة، اتمنى تشوفوا الفيديو اللي فات وكمان تتابعوني. انيو.